مع نتائج الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وفي المباراة الثانية استضاف فيها ضمك الطائي الخاسر من الهلال بهدف في الجولة الأولى حمزة بن جدو، مع كل التفاصيل نتابع. في مباراة ممتعة اليوم بين نريد ضمك آخر هذا الموسم، نود أن يظهر فارس الجنوب بشكل مميز هذه السنة. تلك أمنية الضمكوي الآمل أن يعوض فريقه خسارة النصر الماضية بفوز أول على الصعيد الجديد. الطائي الذي تولى زمام مبادرة تهديد مرمى الجزائري مصطفى صغبة عبر فرصتين، وفي هذه اللقطة الحكم بمساعدة الفار رفض جزاء لأبناء حائل العازمين على إحداث مفاجأة مبكرة. ضمك تفطن وحاول هجومه عبر فرصتين أن يهز الشباك، كانت أخطرها كرة نجمه زيلايا التي افتقدت لقليل من التركيز. زيلايا يصوبها لكن عدت كرته. هجوم الطائي قدم نفسه بشكل رائع في الشوط الأول، أما دفاعه وفي حين غفلة كاد يستقبل هدفا أولا لولا التصدي الرائع للحارس البلغاري مارتن لوكوف. يا سلام يا سلام يا لوكوف. انتهى الأول سلبيا، وفي الثاني من سيقول كلمته؟ من سيعلنها؟ من سيسعد جمهور الأحمر؟ في البداية كاد يفعلها القائد الجزائري فاروق شافعي برأسية، وفي النهاية فعلها الكرواتي كاكتاش برأسية سكن شباك البلغاري. بعد الهدف الأول الآن ضمك يريد التعزيز بالثاني، أما الطائي فكانت أخطر فرصه عبر فهد الجهني الذي كان في المكان والزمان المناسبين لتعديل النتيجة، لكن كرته استقبلها زغبة بسهولة وبنفس سهولة كرة موصونة التي ضيعها بغرابة، وفي كرة أخرى كانت قريبة من أن تهدي أبناء حائل أول نقطة، لكن صافرة النهاية أهدى ضمك 3 نقاط. عدت راسية فهد الجهني. حمزة بن جدو صاد الملاعب، لكن عدت كرته إلى خارج. ألف مبروك لضمك، هارد لك مرة أخرى لنادي الطائي.